سكر استعمال هذا الشكل، فينا نحط سكر بودرة فينا نستغني، نحن نحط سكر بودرة ما في عيار يعني شوي. نقلب أول شيء السكر، بعدين بقى القطر، كمان القطر لحتى يشبك معنا. في عنا شيء اختياري هو المنزار أو المنور، اللي بيحب يحط واللي بيحب ملح. شبك معنا شوي تمني اخر شيء عشان نفك الدبا تبعه ونوقف الغرفة فيها. هيك بكون جاهز الحشوة، نفس الشيء الفستق، الفستق والكاجو، الفستق والجوز عفوا. هذا العجين عنا جاهز وهذا الجوز عنا جاهز. لا تحركي لا تمشي. حسب نسبة الجوز بتكون اياها، مو شرط يعني انه تكون